حول العالم. حول العالم. بدأ عام 2015 ومعه الكثير من التحديات. افتتح مارك زوكر مؤسس الفيسبوك بإعلان تحدي القراءة مدشنا صفحة عام من الكتب A Year of a Books والتي حصلت أكثر من 180 ألف معجب حتى الآن. من خلال صفحته على الفيسبوك A Year of Books أراد مؤسس الفيسبوك أن يبدأ العام بتحديات جديدة ليتعلم أكثر عن العالم خارج حدود عمله في فيسبوك بالتعرف على الثقافات المختلفة والتاريخ والتكنولوجيا. وسيكون تحدي لهذا العام هو قراءة كتاب كل أسبوع. وعبر مؤسس فيسبوك عن حماسه للتحدي مؤكدا أن القراءة عادة مهمة تمكننا من استكشاف عوالم وموضوعات جديدة وتساعدنا على تكوين ذواتنا واستكشافها بشكل أعمق بعيدا عن تأثير الإعلام، قائلا سأعيد توجيه وقتي من الإعلام لقراءة الكتب. وشجع مارك مستخدمي فيسبوك على الانضمام له في تحدي القراءة من خلال صفحة عام من الكتب، وقرر بدء التحدي مع كتاب نهاية السلطة للكاتب موسى نعيم. وأكد مارك أنه متشوق لقراءة هذا الكتاب. من المتوقع بعد مشاركة أكثر من 180 ألف معجب حتى الآن على صفحة عام من الكتب أن تزيد مبيعات كتاب موسى نعيم نهاية السلطة كما زادت من قبل مبيعات الكتب التي كانت تقع عليها الاختيار من قبل نوادي الكتب العالمية مثل نادي كتاب أوبرا للإعلامية الشهيرة أوبرا.